السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. رح نشرح شرح نظري وعملي كيف طريقة العمل على كيتاج أو مبرمجة كيتاج. بحتاج منك 5 دقائق تركز بأول كم موضوع، بعدين إذا بتحب تقطع الفيديو وتغير فيه بتغير فيه. في عندي أول شيء هالوصلة، هيدي للقراءة تتقرأ هالمعالجات الرينسس، وفي عندي الوصل الثاني هي للكتابة على الكمبيوتر. فإذا يحتاج الكنترول عن طريق الكتاج إلى وصلتين، الوصل الأولى هيدي والوصل الثاني هيدي للكتابة. ذكر هيدي للكتابة وهيدي الوصلة للقراءة، هيدي الوصلة للقراءة. بحتاج منه للرنسس من بداية الخط الرمادي. منشوف نحن وياكم سوا ان شاء الله رب العالمين كيف طريقة الاستعمال. واكيد بحتاج هالوصلة تعطي مداخل الباور من خلال او الباور سبلاي الواصل على الكيتاي. خلوكم معنا لنشوف كيف طريقة تثبيت البرنامج وشو في بقلبه داخل البرنامج وكيف بقدر اتعامل مع البورد. يعني عندي البورد هون، عندي A56، بروح على فئة النيسان بتعامل مع فتش عن هيدا الرقم او شبيه لها البورد وبتعامل معه. عندي المازدا، شوف عندي هون هيدا الرقم وبتعامل معه داخل البرنامج. في عندي التويوتا كمان نفس الشيء، فوجيستون، وكمان بشوف نفس البورد وبتعامل معه. شغلة كتير سهلة ولكن بتحتاج للتركيز. اللي ما حضر فيديوهات كيف طريقة الحام في يروح على القناة ويحضرها. خلونا ننتقل للمرحلة النظرية على الكمبيوتر كيف طريقة تثبيت البرنامج ونرجع لكم سوا. اليوم نحن الدرس العملي رح يكون على نيسان، تمام. العربية اللي رح نعملها هي نيسان ميكرا، بتطلع ما بلاقي ولا اي نوع من الميكرا. نترك هيدا البرنامج من هون، ندخل على كلمة بروتوكول ومنروح على جيتاج رينسس. نتذكر او رح تشوف بالفيديو او حكيت ببدأ الفيديو كيف بتطلع على البورد وبشوف الكلام المكتوب عليه. بلاحظ عندي هون هيتاشي MSA30، هلا رح يرفق بالفيديو. نضغط، عم يقول لي warning to use this protocol of communication you have to remove and open. لازم تفتح الكمبيوتر وتنتبه ما تقوم بتعطيله. انا بدي من هيدا connect to the ECU. رح ادخل اول شيء reading using rainbow ribbon cable. اوكي، بتطلع بلاقي عندي نفس البورد اللي انا بدي اشتغل عليها. هيدي وصلة الجي تيج، عندي هيدا الكيبل لازم استعمله، هيدا رقمه، وعندي الستاشر خط هيدا الرقم بتلاقيه على الملصق التابع بهالتولز او هيدا. هون رح تلاقي المخطط التنفيذي اللي رح تقوم بتوصيل الكمبيوتر عليه. مثل عندي 24 23، هني اصفر مثل ما قلت، بقسم الخطوط بالنص تماما وبقوم بعملية القراءة. بتطلع على الرايتنج مثل ما قلت، في عندي 2 ادابتر، الادابتر الاول نفسه، الادابتر الثاني هو 10 خطوط، ومن الجهة الخلفية للبورد قوم بتوصيله. هون مثل من واضح عندي خط الحامي وخط البارد، خط الرقم الرابع. قبل هلا سبق وشرحت عن هيدا الموضوع، وبشوف طريقة التوصيل عن على البورد.
نحن اكيد بدنا الريدنج القراءة. رح نقوم بوضع بلاقي عندي في عملية ريدنج باك اب، بدي اقرا قراءة كاملة او شو بدي اعمل؟ نوع المايكرو بروسيسور CH755 وهي خاصة بالماب. لو شلت او رفعت رح يقدر يقرا، بس المايكرو ما بيقدر يقرا الابروم. اكيد الابروم بتذكر انه 93 سي 66 او 56. تا انت تحفظ نفسك حتقوم بكبس المربع باك اب وتعمل ريد. اكيد مش موصول لاي نوع، هذا بتكون اتممت التوصيل، وصلت الكتاج على 12 فولت باور سبلاي خارجي، وبتقوم بضغط على كلمة ريد. بس ينتهي القراءة بيسألك هالجهاز وين بدك تسيف او تحفظ الملف الخاص فيك. تكتب اسم الملف، تكتب اسم طريقة مرتبة، تكتب اسم البرنامج اللي انت قمت ورقم الكمبيوتر واسم الزبون، وبتعمل سيف للداتا المتواجدة عندك. قبل هلا سبق ونزلت بعض البرامج اللي هي بتقدر تلغي عن طريقة الايمو او تلغي عن طريقة دي بي اف او الفاب، بتقدر تستخدمه عن طريق هالتولز. وان شاء الله رب العالمين اذا الله احيانا وابقانا من الطيبين رح نشرح وين اولز وبعض البرامج الاخرى، ولكن عم اوجد صعوبة كتير اني انا اوضع بهيدا الموضوع او اطرح هيدا الموضوع. نشوفكن على خير، وخلونا نكفي نحن وياكن باقي الفيديو ونشرح عليه. خلونا ننتقل على العملي. اكيد مثل من واضح عندي رح نقوم بطريق توصيل الادابتر اللي حكيت عنه. اللي ما حضر حلقة طريقة التلحيم في يروح يحضره اذا اول مرة بتتابعنا. بعد ما بتقوم بعملية التوصيل بطريقة صحيحة وتنتهي من طريقة التوصيل على الكامل بأكيد الترتيب المتبع عليه اللي وضع لك الجهاز، بتقوم بتوصيل كافة التوصيلات وبتقوم بعملية ريد. وإن شاء الله رب العالمين رح يقرأ معك. إذا في حال بدك ترجع وتعيد الكتابة عليه، قلت بنستخدم المخطط الثاني وبالتلحيم بالشرطان. اذا ما عندك ادابتر للاي سي يو بتعيد التلحيم من الجهة الخلفية. نمتم بكل ود، وان شاء الله تكون هالفيديو يفيد منكم. ما تنسى تعمل شير وسبسكرايب وتعمل لايك، واكيد سبسكرايب يعني تشترك بالقناة. اذا كنت عم تستفيد من فيديوهاتنا ياريت تدعمونا. دمتم بكل ود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراكم على خير.